قصتي هي ويا يعني واحد من اعضائي اخوي. اخوك. شنو يعني الخلاف اللي صار بصوره عامه؟ خلينا نعرف لك الخلاف. الخلاف اللي صار اللي هو التحق بالمتقدم، الساتر المتقدم يعني وقت ما داعش وما داعش. نعم. فوالدتي يعني كان عندي اخ مستشهد كبير، فوالدتي يعني صايره بها خوفه من خاف تفقد اخ ثاني. تفقد الثاني، لان الاول استشهد فتخاف ان لا تفقد الثاني. من الثاني. فحاولت بكل الطرق، اخر شيء وصلت انه تعاونت ويا جماعته وما ادري شنو لحد ما خابرنا الامر، رتبناها انه يبقي بمكانه يعني وخره من المتقدم يرجع للقاعده مالته. فرجع هو للقاعده مالته، ظل هناك بالقاعده. ورا فتره عرف هو من اصدقائه او هيك امور، عرف انه احنا اللي مدبرين هاي القضيه. انتوا بلغتوا الامر انه حتى ينزله او ما يخليه اي بالمتقدمه. نعم. لان اخويا مستشهد ووالدتي هيك بالها عليه. حاخذ لك حالي رقم تليفونه ان شاء الله واتصل عليه، وان شاء الله بخير قدم رب العالمين. ممنونك. بعض الاحيان اكو مواضيع احنا نحتفظ بها بداخلنا. صحيح. صح لو لا؟ لكن هي بالواقع هذا الموضوع شوي، لكن بالواقع نعتبر رساله للمجتمع حتى الناس اللي يشوفنا ما تخطى الخطا اللي احنا نخطيه. صح لو لا؟ شنو لا مو خطا والله، بس خطا من اخويا يعني. اي شنو هسه كل شاب عنده منيه اكيد. اي انا منيتي مختلفه عن الشباب. اكو واحد يتمنى يتزوج، اكو واحد يتمنى يشتري بيت، يتمنى عدد يعني مو بس هذين حاطين شلون مو الاساسيات. انا كانت منيتي يعني الاساسيه الشهاده يعني اعشقها. يعني كنت انا اطلع يعني كله بالمتقدم. فتره من الفترات وصلنا تحرير الموصل. نعم. للاسف ما قدرت اشارك. الامر قال لي تثبت بالمقر. سحب. اوكي. مثل واحد وحطوه بسجن يعني متل قمت اموت اليوم اموت ووعده. ليش ما ليش؟ قال لي امر عسكري لازم تنفذ الامر العسكري. ظليت جماعة قاموا تعرف التل عشره قالوا فلان استشهد. نعم. فلان انا بهاي كل واحد يجيبوا له خبر انا اموت الف موته. لا اقدر اروح انا متمنى هاي الشغله ليش شي... تتمناها؟ ما بك احلى منها على راسك. حلوه الحياه صح؟ ما الشهاده حلوة الحياة. لو ترى تأذي ناس، تأذي كوالدتك، تأذي اخوانك على الطريق على راسك. إيه؟ لكن هو لاجل بيد رب العالمين، ما نستعجل احنا علي. اي اكيد بس يعني حلوة. انا افتخر اما الواحد اما توفى يقولون شهيد امير، هاي افتخر بها. عد حلوة هسه ما لازم اقول على اخوي الكبير شهيد. جماعتي يعني قاموا يخلصون واحد ورا الثاني. والله بقى يعني شيء قليل من جماعتي صدق يعني صارت شلون البيع حالة نفسية تعبت حيل. جماعتك تعرف يوم جايبين واحد. نعم. فظلت فترة طويلة تقريبا تحررت الموصل. هي تقريبا ظليت بمعلوماته هاي، عرفت بانه واحد منه بيا موسط يم الامر وواسطات ومخابر. منو هذا؟ هو اخوي الصغير. يعني من بعد امه، لان امه تعرف وتخاف اخوي الكبير وتعرف قلب الوالده، فموسطين وما تعرف مخابرين الامر. بعد سماع الام هاي ثبتني وانا مشارك هواي، قال هاي انا كفايته ثبتني. فوالله بعدين عرفته هو اخويا. فمن هاي بعد قلت له تحرمت من اغلى شغله انا كنت اتمناها. كم صار كنت شويه؟ والله قلت لك من تحرير الموصل يعني الاربع سنوات تقريبا. والله ما حافظ. انت اليوم جايب ضيافتنا على راسي حبيبي. ضيافه طالع يعني تشرف بيكم كلكم والله. صح لا قاعدين من الصبح اليوم عايفين نومتنا وعايف شغلنا والتزاماتنا كلها على ودك. فدوى القلب والله العظيم. فدوى قلبك يا حبيبي. مستحيل تفشلنا. صح لا؟ لا فدوى العمر ان شاء الله. ما اجت الرساله. استريح. الله بالخير. لا استاذ. الله بالخير. الله بالخير. لك الصحه والعافيه. يوم ضيافتي. اخوك قدامك. ابن امك وابوك وجه له رساله. انا طلع من الموضوع. يلا. اسمع تفضل. يعني لو تدري والله ايش قد اعزك وروح لابوي، لو تدري ايش قد اعزك كان ما زعلت هذا الزعل. انا كل هذا الشيء سويته كله على مود تبقى تسالم شمعه ببيتنا، يعني مو على مود انا مضرتك. زين انت ليش حرمت ملابس؟ يعني انا اولا امي تعبانه انت تدري بي، ثانيا انت لازم يعني احنا فقدنا اخ
ولازم انت تبقى شمعة بالبيت، احنا نخاف عليك ونحافظ عليك لو يعني نريد مضرتك. معتبرك يقول اكثر من صديق لي واني محتاجة. يا اخوي حزام اريدك وانت تالي، يا تارسني هلا وما اقدر اجزيك، يا المعدل يا اخوي وكلهن البيك، انا بيا الهموم من السما بليل، على كاس الهجر من يشربني، وانا تدري يا اخوي وياه نرتيت، بقى فوقاي يبين ظهري محني، واقول لهن هلا مو قدهن كبار، زعم سوى فضل من علمني، شعلمني يا اخويا بس لونين وعلى حس ليون شو مرمرني. يعني هاي بهاي الليالي صعبة اللي سهرتها على مودك وبالنا يمك، وانت كنت بالدوام مصر انه انت تبقى بالمتقدم وتبقى تريد الشهادة، واحنا قلوبنا نار عليك، كتبت لك هاي الابيات لان انت مو فد شي رخيص قبالك، يعني انت تشوف هاي الدنيا شلون غالية، انت بغلات هاي الدنيا عندي. يعني اتمنى تفهم انت شنو شعوري وشلون انا هيك وصلت المرحلة انه خابرت الامر وهيك سويت وراك، وليش هيك سويت، كل هذا الشيء سويته في سبيل انت تبقى سالم وويانا يعني. يعني اتمنى بس يفهم. انت مو شو اسمه تدري بي ايش قد انتم غالين علي، وتدرون بي انا شنو انا بالبيت، لا فد يوم غافكم لا مضوشكم. ست هذا طلع مالتك هاي الموقف حيل اذاني. لا كنا نخطئ صح لو لا؟ الانسان ما خلص خلاص عاد طاح الحطب. يا حبيبي مو صلح قدام الكاميرا، صلح نهائي. مو صلح، يلا يلا.